تصدي رائع لركلة الترجيح من إيريك بايي. محمد صلاح وقيادة المنتخب المصري للوصول للمباراة النهائية بعد هذا الأداء البطولي والرجولي اللي كان مباراة كبيرة الحقيقة. الأبطال مصر التركيز كان دور مهم قوي البطولة. ادي أمامنا أبو بكر، يسجل أبو بكر الكرة الأولى للمنتخب الكاميروني. أول كرات أبو بكر، أول ركلة، وركلة، خمس ركلات في حالة الاستمرار. ريف اللي كان دخل في بداية الشوط للمنتخب المصري. زيزو ولد راح له بقى زي ما هو يعني حافظ، ولكن أعاده أمامنا. عالمي أحمد سيد زيزو. بص يا جماعة يا ولد يا باشا، عالمي في ركلات الترجيح. دي الركلة الأولى، الركلة الثانية بره، شكلها بره يا مكودي، شكلها بره يا مكودي. يا ابو جبل ما يهزك ريح. مباراة المنتخب امام عبد المنعم احد نجوم هذه البطولة. زيزو وسجل. محمد عبد المنعم يا حبيبي يا عبد المنعم، يا ولد قلبك حديد يا عبد المنعم، قلبك منتخب. امامنا محمد صلاح، شوف بقى روح. وسجلنا الفوز والانتصار. وهنا ركل سليكي ابو جبل قفلها لهم. جاباسكي يا حلاوتك. امامنا جاباسكي يتصدى لها ابو بكر. ضيع مكودي وضيع سليك. مهند ثقه في مهند. واندري اونانا. كاميرون ضيعت اثنين. ومهند يا مهند خلاص، لن يكون هناك مهند تركي اللي بيعشقوه البنات، لكن هناك مهند لاشين اللي ودى اونانا برضو. يا خبر ابيض على الركله التالي. وتصدى لسليكي وسجل على الوجوه امامنا هنا، وركله لاشين وعلامات الخساره. حس ابو جبل نفسيا ومعنويا قفل المباراه النهائيه. كلينتون انجي وخلاص كله تمام. منتخب مصر في نهائي الشان، وحكم اللقاء يعني عايز يقول ايه؟